بقصر الإنفاليد بباريس ترأس الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مراسم تكريم لضحايا الإرهاب في فرنسا. مراسم التكريم حضرها مسؤولون حكوميون وسياسيون بالإضافة إلى ناجين وجمعيات ممثلة لأهل الضحايا. خلال كلمته التي ألقاها قال الرئيس الفرنسي: نحن في حاجة إلى مواصلة العمل الذي بدأناه، وهنا أتحدث عن كل الوسائل لمنع حدوث هجمات إرهابية أو لردع هذه الهجمات. هذا عمل متواصل يحتاج وسائل إضافية حتى أكثر من التي خصصتها لتعزيز الرقابة. في السياق نفسه أكد الرئيس الفرنسي أنه سيعمل على إصلاح نظام تعويض ضحايا الإرهاب وأضاف: وفق هذا سيتم إعادة النظر في موارد صندوق التعويضات والدولة ستتكفل بذلك. وتعرضت فرنسا منذ يناير من عام 2015 إلى مجموعة من الهجمات الإرهابية الدامية التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي، آخرها الهجوم الذي تعرض له مواطنون وسياح في مدينة نيس الفرنسية.